نتابع مع حضراتكم آخر المستجدات مع مراسلي إكسترا نيوز في مختلف الدول الأوروبية. ستكون معنا في هذه الجولة شيماء بكر مراسلة إكسترا نيوز من مدريد. على أن ينضم إلينا خالد شقير لاحقا في هذه التغطية، سيكون معنا من مارسيليا. أبدا مع شيماء. شيماء أرحب بك معنا في هذه التغطية وآخر ربما المستجدات فيما يتعلق بفيروس كورونا في إسبانيا. تحياتي لك نانسي وتحياتي للساده المشاهدين. يعني اعلنت وزاره الصحه منذ قليل الاسبانيه عن حالات الاصابات والوفيات الجديده، واعلنت ان هناك حالتين وفاه فقط خلال 24 ساعه الماضيه، ليصل اجمالي حالات الوفاه في اسبانيا الى 27127 حاله وفاه منذ انتشار فيروس كورونا في اسبانيا. حالتين وفاه يعني اقل معدل وفاه منذ بدايه الازمه في اسبانيا شيماء، صحيح؟ بالفعل بالفعل بالفعل، يعني اليوم والامس هو كانت حالتي وفاه بالامس وحالتي وفاه اليوم، وهو اقل معدل وصلت اليه اسبانيا منذ يعني 13 من شهر مارس الماضي. اعتقد يعني اسبانيا تخطت يعني انتشار الفيروس بخطوات ايجابيه قويه. طبعا هذا ياتي مع التزام المواطنين التزاما كاملا بالاجراءات الاحترازيه والقيود التي فرضتها الحكومه منذ بدايه الازمه. أيضا سجلت إسبانيا 94 حالة إصابة فقط، يعني 94 حالة إصابة كانت إسبانيا تسجل بال 2000 و3000 خلال 24 ساعة يعني في اليوم الواحد، إنما اليوم تسجل 94 حالة إصابة فقط. بالأمس كانت 174 حالة إصابة، أما اليوم 94 حالة إصابة. أعتقد أن إسبانيا يعني كان هناك تشديد في تنفيذ الأوامر التي أعلنتها الحكومة، وأيضا أصبحت هناك مسؤولية اجتماعية من المواطنين تجاه هذا الفيروس حتى لا يمرون مرة أخرى بهذه الأزمة التي يعني تعلن مرارا وتكرارا وزارة الصحة الأسبانية أنه سيكون هناك موجات أخرى، وعلى المواطنين رغم تخفيف القيود التي أعلنتها الحكومة الالتزام ثم الالتزام والحرص الكامل بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والقفازات واستخدام المطهرات دائما حتى تمر اسبانيا والعالم اجمع بهذه الازمه على سلام، حتى يتم ايجاد لقاح او مصل خلال الفتره المقبله. طيب يعني شيماء في هذه النقطه تحديدا، يعني كون ان النتائج مبشره من اسبانيا ان حالات الاصابه اليوم 94 وحالتي وفاه فقط، اقل معدل اصابه ووفيات ربما تسجله اسبانيا منذ بدايه الازمه حتى الان، ربما تفضلتي بالذكر ان هذه الارقام القليله التي تاتي اليوم بسبب تجديد الاجراءات الاحترازيه من قبل الحكومه الاسبانيه، وايضا على الجانب الاخر التزام المواطنين بهذه الاجراءات، ولكن البعض يتساءل هل هناك بروتوكول علاجي جديد ربما قامت باتخاذه اسبانيا ادى الى نقص عدد الإصابات أو حتى نقص عدد الوفيات؟ هذا من جانب. من جانب آخر البعض يتساءل إن كانت أصلا دورة حياة الفيروس يعني بدأت كما يتنبأ البعض بأنها بدأت أن تنحسر في الدول الأوروبية. يعني الجزء الاول الشق الاول من سؤالك نانسي، يعني ان اسبانيا لم تستخدم الا الامصال التي استخدمها العالم اجمع يعني في علاج المصابين بفيروس كورونا، ولكن لم يوجد هناك مصل او لقاح محدد يتم استخدامه حتى يكون هناك يعني حتى يكون هناك قله او انخفاض في حالات الاصابه، ولكن التزام المواطنين بالمنازل وعدم الخروج والتزام بساعات الخروج التي حددتها الحكومه رغم يعني رفع القيود في بعض المدن. يعني لكن ننسي أن الجزر الإسبانية بأكملها أصبحت هناك 20 يوما مضت لم تسجل أي حالة إصابة أو أي حالة وفاة، ولذلك فمن الغد ستنتقل جميع الجزر الإسبانية إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تخفيف القيود، يعني سيكون هناك انفتاح لعودة السياحة، انفتاح لعودة حركة التجارة، انفتاح بشبه كامل تقريبا ب 75% لبعض المطاعم والمتاجر، متاجر التجزئة والكافيهات. إسبانيا أصبحت الآن يعني الالتزام بهذه الإجراءات هي التي وضعتها في الحد الأول أو في المقام الأول من الحد من انتشار الفيروس، حتى يعني أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أعلن أنه سيكون هناك تمديد أخير وسادس لحالة الطوارئ، يعني خلال يعني سيعلنه في البرلمان ويكون له تصويت خلال يوم الأربعاء المقبل، وقال أن يعني حالة الطوارئ هي الأداء
الأساسية في الحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما يعني ما يثبت الأبحاث التي قامت بها إسبانيا من انخفاض منحنى الوفيات والإصابات في إسبانيا. نعم أيضا غدا يعني سيتم تطبيق أهم مشروع كان يطالب به العديد من المواطنين، وكانت أعلنته الحكومة منذ شهرين. سيتم تطبيق أو تنفيذ الحد الأدنى للمعيشي في إسبانيا، والذي سيستفيد منه 850 أسرة بالفعل، يعني بما يقرب من 2,300,000 مواطن إسباني أو غير إسباني يعيش في إسبانيا. سيتم الاستفادة من الحد الأدنى، ولحتى مع نهاية ما هذا زلنا العام، والذي التفاصيل سيكلف يعني عن هذا القرار شيماء، والتي ربما سيتم العمل به لاحقا في الداخل الإسباني، وهو الحد الأدنى الوظيفي. الحد الأدنى في إسبانيا، يعني بعدما تضرر العديد من الأسر الإسبانية، وكان هناك يعني شكاوى من فقدان الوظائف وفقدان العمل وفرص العمل، خاصة العاملين باليوم الواحد أو الذين كانت لديهم بطالة بالفعل. أعلنت الحكومة مشروع الحد الأدنى للمعيشة، والذي يعني سيبدأ تطبيقه من غدا، ويفتح هذا المشروع أبوابه لمدة 15 يوما حتى الـ15 من شهر يونيو لتقديم الأوراق للذين يريدون الاستفادة من هذا المشروع، يعني بزيادة 850 أسرة. يعني الحكومة الإسبانية أعلنت أن 850 ليست فقط هي العدد الذي سيستفيد من هذا المشروع، ولكن هناك العديد من المواطنين التي يمكنهم تقديم هذه الأوراق. طبعا وحددت بعض الشروط وبعض العقوبات يعني الشروط لتقديم هذا المشروع، والعقوبات إذا يعني كانت هناك استفادة أخرى من أي مشاريع أخرى للدخل لهذه الأسرة. وطلبت بالفعل إلى الحد الأدنى من هذا المشروع. الحكومة أعلنت أن هذا المشروع سيستمر حتى نهاية 2020، ويمكن تحديثه وتقديمه إذا ما ظل الوضع الاقتصادي في إسبانيا نعم. إلى 2021. طيب أيضا أعلنت الحكومة، تفضلي. طيب شيماء، يعني عذرا لضيق الوقت، ولكن دعيني أسألك إذا عن الإجراءات الاحترازية مع وجود يعني هذا العدد القليل للإصابات، الإجراءات الاحترازية التي تم رفعها بالفعل والتي سترفع لاحقا في إسبانيا. بالفعل يعني المرحلة الثالثة التي ستبدأ من غد، وهي تقريبا يعني للجزر الأسبانية، والتي يتمثل فيها 45,000 مواطن فقط إسباني، سيتم عودة حركة التجارة بنسبة 50%، عودة حركة السينما والمسارح والحركات والإجراءات الثقافية والرياضية بنسبة 75%، أيضا عودة المقاهي والمطاعم لاستقبال المواطنين داخلها بنسبة 75%، وعودة حركة الفنادق بنسبة 75%، وعودة الحركة السياحية الخارجية بنسبة 50%. أما المرحلة الثانية والتي سينتقل إليها 70% من المواطنين الأسبان غدا، يعني ستكون هناك أيضا استقبال للمطاعم والفنادق، ولكن من نسبة 25% إلى نسبة 50%. كل هذا يعني يمكن أن نضعه أن الحكومة ألزمت الجميع بارتداء الأقنعة حتى في الأماكن المفتوحة والأماكن بالطبع المغلقة، مع استخدام المطهرات والقفازات في جميع الأماكن. ومدريد ستظل مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى، على أن تقدم أوراقهما خلال الأسبوع المقبل للانتقال إلى المرحلة الثانية. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر سكايب مراسلة إكسترا نيوز من مدريد في إسبانيا شيماء بكر، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.